عملية الكركرات التي كانت أمس والتي نفذها الجيش المغربي في منطقة العازلة بالكركرات إثر تعرض مجموعة بشرية تنتمي إلى الانفصاليين والتي عملت على حبس الحركة التجارية بهذه المنطقة العبورية ما بين موريتانيا والمغرب. انتظرت المملكة المغربية أن تتصرف بعثة المينرسو وهيئة الأمم المتحدة، إلا أن هذا المنتظم الدولي حاول ما أمكن بوسائل سلمية كي يفض هذا التجمع وهذا الاحتباس بالمنطقة، إلا أنهم لم يفلحوا، وبالتالي كان على المغرب أن يقوم بواجبه، لأن الأمر يهم منطقة عازلة ويهم تجارة دولية ما بين المغرب وإفريقيا، وبالتالي كان لابد للمغرب أن يدافع عن حقه في هذه المنطقة. طبعا العملية كانت بتكتيك عسكري جد محترف، لم يخلف ضحايا ولم يخلف أي ما يمكنه أن يشوب عملية مسح المنطقة من الميليشيات الانفصالية. إذن يجب التأكيد في نفس الإطار على أن ما يروج خارج المنطقة من الإعلام الخصم هو مجرد ترهات لا أساس له من الصحة، وأن العملية تمت بدون أي ضحايا وبدون أن يعني أن تخرق إطلاق النار، وقف إطلاق النار في المنطقة. ولذلك يمكن التأكيد على أن منطقة الكركرات الآن أصبحت منطقة خالية من كل تصرف أعرن لميليشيات الانفصالية بالمنطقة، مما جعل التدخل العسكري المغربي ناجحا ولف حوله العديد من المواقف الدولية التي كانت داعمة وكانت مؤيدة لهذه العملية التي كانت عملية عسكرية نظيفة. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.